السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض انطلق رسمياً الأسبوع الماضي من ولاية أيوا التي شهدت أولى التجمعات الانتخابية الحزبية. محطة السباق الثانية هي ولاية نيوهامشير التي تشهد أول انتخابات تمهيدية، انتخابات تتيح لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اختيار المرشح الرسمي لخوض الانتخابات الرئاسية العامة في الولايات المتحدة. لكن كيف تجرى الانتخابات التمهيدية؟ ينظم كل حزب انتخابات داخلية في كل من الولايات، ولا يختلف مسار الانتخابات التمهيدية عن عملية الاقتراع السري المتعارف عليها. يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع، ينتظرون دورهم في طوابير، ثم يقترعون بشكل سري خلف الستارة. وفيما يناقش الناخبون خلال المجالس الانتخابية قضايا متعددة قبل الإدلاء برأيهم كما جرى في ولاية أيوا، تقتصر الانتخابات التمهيدية على التصويت فقط. تختلف قواعد الاقتراع في الانتخابات التمهيدية من ولاية إلى أخرى، إذ تسمح معظم الولايات بالاقتراع لأعضاء الحزب المسجلين رسمياً فقط، وتكون الانتخابات التمهيدية في هذه الحالة مغلقة. بعض الولايات الأخرى تتيح للأعضاء المسجلين في حزب ما التصويت لحزبهم فقط، وللناخبين المستقلين التصويت لأي من الحزبين، وتسمى الانتخابات التمهيدية هنا شبه مغلقة. أما في ولايات أخرى فإنه يسمح لأي ناخب مسجل التصويت لأي حزب يختاره وبغض النظر عن انتمائه، وتكون الانتخابات في هذه الحالة مفتوحة. متى تعقد الانتخابات التمهيدية؟ لا تنظم الانتخابات التمهيدية في كل الولايات في الوقت نفسه، بل تمتد على مدى 6 أشهر، وتفتتح هذه الانتخابات ولاية نيوهامشير حسب قانون الولاية. غير أن الأصوات لا تكون موجهة للمرشحين أنفسهم، بل لمندوبين عن الولاية يصوتون هم للمرشحين، وهؤلاء المندوبون هم شخصيات مرموقة يختارها الناخبون المسجلون في الحزب، ويتم تحديد عددهم في كل ولاية بالاستناد إلى عدد سكانها. وبعد إتمام الانتخابات التمهيدية في كل أنحاء البلاد، يتوجه المندوبون إلى المؤتمر القومي الحزبي، حيث ينتخبون المرشح الرسمي عن كل حزب لخوض سباق الرئاسة الأمريكية.